أحسن الله إليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ، هذه السائلة مفيصة من مكة المكرمة تسأل وتقول: هل السواك ومعجون الأسنان ينقض الوضوء؟ السواك من سنن الوضوء، مطلوب من الإنسان أن يستاك قبل الوضوء، قبل المضمضة، فهو من سنن الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وأما المعجون فهو مباح، لا بأس به ولا ينقض الوضوء. لو أن المتوضي استعمل المعجون على أسنانه لتنظيفها فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر هذا على الوضوء. نعم.